مشجعون مغاربة يصابون بالملاريا في الكوديفوار. أثار انتشار مرض الملاريا خوفا في نفوس المغاربة الذين سافروا إلى دولة الكوديفوار من أجل تشجيع المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم في منافسات كأس أمم إفريقيا، خاصة بعد إعلان مجموعة من المؤثرين وصناع المحتوى عن إصابتهم بهذا المرض. وصرح أحد الأخصائي المغاربة لجريدة هيسبريس أن داء الملاريا مرض استوائي ناشج عن طفيلي ينتقل عبر لدغة الباعود الذي يكون منتشرا في مثل بعض البلدان الإفريقية وجنوب الصحراء، مشددا على أنه من الضروري على المغاربة الراغبين في السفر اتخاذ مجموعة من التدابير الوقائية. وصرح الأخصائي المغربي أيضا أنه على كل شخص مشجع مغربي يرغب بالسفر إلى الكوديفوار عليه أخذ أولا دواء الكلوروكين قبل أسبوع من رحلته. وتابع أنه من أعراض مرض الملاريا إصابة الإنسان بالحمى القوية جدا، تكون مضاعفتها خطيرة على الجسم عند إصابة لأول مرة مع الألم في المفاصل والتقيء وألم في البطن، وهو الأمر الذي قد يؤدي إلى أن يجد الإنسان نفسه في مواجهة مع مرض معدي جدا وفتاك. وأضاف أيضا أنه لتفادي ذلك يجب أن تكون استشارة طبية قبل السفر إلى البلدان الإفريقية مع أخذ جرعات لازمة من اللقاح لتفادي الإصابة بهذا المرض. وعن إصابة المشجعين المغاربة بالملاريا رغم أخذهم اللقاح عند الوصول لمطار الكوديفوار أو قبل السفر، قال الدكتور المغربي محمد عرباوة الأخصائي الذي نتحدث عنه إن هذا الأمر طبيعي جدا مثل تلقيح ضد فيروس كورونا. وأوضح المتحدث ذاته أن أي فرد يختلف تعامل جسمه مع الفيروس ويتفاوت تفاعل جهازه المناعي مع اللقاح الذي يأخذه، لافتا إلى أنه عند توفر توعية صحية يأخذ المسافر جميع الاحتياطات لكي يعرف ما عليه القيام به عند الوقوع في المرض، وتكون الأضرار خفيفة وليس قاسية لأن الخطر يكمن في التماطل في العلاج. ودعا عرباوة الأخصائي الذي نتحدث عنه أن كل من شك في إصابته بالمرض إلى توجه إلى أقرب مركز صحي للكشف عليه وإجراء تحليلات ضرورية، مشيرا إلى أن هذا المرض شائع في الكوديفوار ولديهم مراكز تتبع خاصة به، كما أن السفارة المغربية أيضا موجودة هناك للخدمة ويمكن للمواطن المغربي التواصل معهم لمواكبتهم وللاستشارة معهم ومع أطرهم الطبية التي ستعطيهم الإرشادات اللازمة لتتبعها من أجل العلاج. كما شاهدتم معنا كان هذا كل شيء في فيديو اليوم عن المرض المنتشر في الكوديفوار، ونصحناكم بالتدابير اللازمة التي يجب على كل مغاربة والعرب والأجانب بصفة عامة أخذها عند الذهاب إلى الكوديفوار للوقاية من مرض الملاريا. شكرا لكم على مشاهدة الفيديو، وداعا يا أصدقاء، peace and love.